أسعد الله أوقاتكم أحبتي، ورمضان مبارك عليكم. حبينا نسوي إعادة الموضوع الكيس هذا، ليش؟ لأنه بصراحة الفيديو السابق ما انطيناه حقه. فبدنا نذكر أنه هو هذا الكيس مو فلكلوري، وإنما كيس تاريخي. هذا الكيس هو نفسه، وهاي الشدة هي نفسها اللي استعملوها الخلفاء والسلاطين والملوك في ذاك الوقت لإهداء إلى الشعراء أو إهداء الفلوس، ونفس هاي الشدة. بعد الأبحاث تأكد أنه هذا الكيس هو نفس القطعة التاريخية، ونفس هاي القطعة هي تراثية استخدموها العراقيين، انتهى استعمالها خلينا نقول في نهايات القرن، في نهايات خمسينات القرن الفات. استخدموها التجار، مو بس التجار، استخدموها العلوجية، أهل المخضر استخدموها، أي شخص استخدمها. وكانوا مو شرط يشيلون واحدة، اللي عنده أكثر من ما يعني أكثر من كيس احتمال بالصاية يخلون منها كيسين منها كيسين منها ثلاثة منها ثلاثة، حتى بالبيت العوائل يعني تنحط بها الفلوس. هسه يسموها رأس المال، ولكن قبل كانت مصطلح الصرماية. هاي طبعا استخدموها العرب، الكرد ما استخدموها، استخدموها بغداد وباقي المحافظات، والشايتشية والقهوتشية كلهم كانوا يستخدموها. هسه القهوتشية يخلوها بهاي الطريقة، أو حتى العلوتشية، أو حتى أهل المخبر يعني البائعين يعني اللي يبيعون فبهاي الطريقة، وبيها الخردة هيجي زين، ومن يريد يطلع الفلوس هيجي ويبدي يحسب شقيت بارة بالريال بالعانة بالدرهم بالفلس بالفلسين، يبدي يحسب ينطي ويرجع يحط الفلوس مالته اهدانه. هذا الكيس كل الشكر والاحترام للعم صليوة عبا، لانه هو قطعة تاريخية. عم صليوة يمتلك كيس عمر 150 سنة، ولكن انطاني الباترون واني استنسخته عليه وحبيت اوثق هذا الكيس. والتراث احنا هو مو بس نحكي به، يا ريت يا ريت مقاهينا كافيهاتنا يرجعون يحطونه كديكور للبيت. برادران اما استا باس دا كي من لسري كيسي باري كيسي باري ام كيسا كا خوي كونا ام كاتكا هن ملكة كان هن سلطانة كان هن خليفة كان بارك بأوها حتى كاتي هدية دياري ددن او هاي بقوا هاي وجا وجا ميوة فروش صوزرو فروش شاي خانة كان حتى سرتاش هموشتك يعني شاي خانة إن أوي أوي وآخر شاي خانة كان أوها نارد فاركة أو هذا أو إن كيسي باري أوردا أوردا حتى صاحبي مال بس أوي إن عربة إن كردة كان نبو حتى صاحبي مال أو ها باركي وليري داضني. نسيت أقول لكم فقرة إنه الشدة مالته مو هيجي تنشد، لا تنطوي تنطوي بهالطريقة وتنشد. واحنا يعني الحمد لله يعني بعد ما عم انطاني اياه قدرت استنسخه واوثقه على القطعه الاصليه اللي هي عند عم صليوه عبه، وحبينا نشوفكم هذا موديل الكيس التراثي القديم. ولا عبالكم هو قصه، لا هو بيفد موديل، وهذا القصه مالته. واللي يحب الباترون يتصل بينا. الف شكر.